السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأكارم. أحبتنا الأكارم، كل إنسان يتعب في حياته اليومية ثم بعد ذلك يرجع إلى بيته لكي يأخذ قسطا من الراحة، ثم يغط في نوم عميق، وبعد ذلك يرى في منامه أحلاما ورؤى، منها ما يسره ويسعده، ومنها ما يحزنه، ومنها ما يفزعه. فهل يا ترى لهذه الأحلام والرؤى دلالات ومعان؟ بالطبع أحبتنا الأكارم، فلكل حلم ورؤى دلالة، وقد فسرها أشهر مفسري الأحلام في الوطن العربي. لذلك أحبتنا الأكارم، قد جمعنا لكم في هذا الفيديو بعض الرؤى والأحلام التي إذا رأيتها في منامك فإنها تدل على الرزق الوفير، ومنها ما يدل على السفر، ومنها ما يدل على الزواج، ومنها ما يدل على أشياء كثيرة. فشاهد هذا الفيديو لنهايته حتى تستفيد، وقبل البدء بالمشاهدة ادعمونا بإعجاب لاستمرار هذه النوعية من الفيديوهات، فهي بنكمل هذا الفيديو بعد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتنا الأكارم، إذا رأيتم هذه الرؤية في المنام فاعلموا أنها دلالة على الفرج القريب. هذه الرؤية هي إذا رأيت في منامك الثلج وهو يذوب، أو أنك ترى في منامك الستائر تمزق، أو أنك أخذتها وألقيتها على الأرض، أو رأيت الفجر أو وقت طلوع الفجر، أو أنك رأيت في منامك أنك تنظف أسنانك الصفراء، أو أنك ترى نفسك في المرآة والمرآة تكون نظيفة. كل هذه الأحلام والرؤى تدل على الفرج القريب القادم بإذن الله جل وعلا. ثانيا أحبتنا الأكارم، هذه الرؤية تدل على الرزق، ألا وهي إذا رأيت لونا أزرقا أو أخضرا، أو رأيت وكأنك تطير بين السماء والأرض بدون أجنحة. أما إذا رأيت في منامك لونا أخضرا أو أزرقا، أو رأيت مباني بالطوب الأحمر المباني الحديثة، فهذا فيه دلالة على الرزق القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. أو أنك رأيت زرعا أو قمحا، فهذا أيضا يدل على كثرة الرزق الذي سيأتيك بإذن الله سبحانه وتعالى. أما رؤية الباذنجان في المنام فهو رزق، ولكنه سيأتي بتعب شديد. وإذا رأيت وكأنك تطوف حول الكعبة فإنه رزق أيضا سيأتيك، وهذا دلالة خير بإذن الله. أما إذا رأيت في منامك هذه الرؤى التي تدل على الزواج القريب بإذن الله سبحانه وتعالى، فإذا رأت الفتاة الحلي أو المجوهرات، أو إذا رأيت الشمس وهذه الرؤية تكون للشاب الذي لم يتزوج، فإنها دلالة خير على الزواج قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا رأت الفتاة العزباء النمل وكأنه يسير على سريرها، فهذا دلالة على كثرة تكلم الخطاب عنها. ورؤية القمر في المنام للفتاة فهو أنها ستتزوج من رجل ذو مكانة عالية، وأما إذا رأت أسدا فإنه شخص قوي للغاية. وهناك أحبتنا الأكارم بعض الرؤى التي تدل على السفر، ومنها الضرب في الأرض، أو أنك ترى نفسك وكأنك تصعد درج سلم خشبي، أو أنك ترى الدقيق المعد من القمح أو العجين عامة، فإنه يدل على السفر. وإذا رأيت السفينة وكأنها تغرق فاعلم أن هذا دلالة على وصولك إلى وجهتك بالسلامة. وإذا رأيت نفسك وكأنك تأكل سمكا مشويا من البحر، أي السمك المالح، فهذا فيه دلالة أيضا على السفر. وإذا رأيت وكأنك تأخذ معك جبنا، فإن هذا فيه دلالة أيضا على السفر. في الختام أحبتنا الأكارم، نود أن نذكركم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن تبادروا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.